كانوا بيشتكوا من أمر احنا فوجئنا بيه بأن أتت لهم قوة شديدة بعد صلاة الفجر، وأخذوا منهم جميع الأشياء الخاصة بيهم كمحكومين في سجن العقرب اللي هو سجن شديد الحراسة. وكان الإجراء لما يتم منذ فترة طويلة جدا أن يعاملوا هذه المعاملة لا كريمة، أن يجردوا من جميع الظروف المعيشية من حتى المأكل حتى أدوات الملبس، الملابس أخذت، الساعات أخذت، أجهزة الراديو الواحد موجة المصابح بها، الأواني بتاعة الطعام، يعني أمر صعب جدا. تسكنهم انفراضي، المعاملة، غلق الزنازين عليهم انفراضية مرة أخرى، كل ده تحت زعم أن دي أمور خارج الإرادة. فإحنا مش عارفين هل هذا الإجراء يعلم به السيد اللواء منصور العسى وزير الداخلية، وهل ما يتمتع به وتمتع به المصري الآن من إحداث ثورة 25 يناير بأن الإنسان له كرامته، وأن كل من في مصر لابد أن يتمتع بحقوق الإنسان. نفاجأ بهذا الإجراء الذي لا نعلم عنه إلا أنه ذو دهشة أو ذو غرابة شديدة في الوقت الذي كان يجب أن يتمتع الجميع بحياة هادئة، أو على الأقل يتم الإفراج عنهم طبقا لأن هؤلاء الناس قد تعرضوا لظلم شديد، وهو إجراء محاكمتهم أثناء حكم الرئيس البائد محمد حسني مبارك. فإحنا من خلال شبكتكم الإخبارية بنوجه بلاغ للسيد النائب العام النيابة العامة بالمعادي على أن هذا الإجراء تم، وأن هؤلاء الناس حتى الآن يعاملوا معاملة لا كريمة ولا إنسانية. فهذا نداء نوجهه للسيد النائب العام رئيس نيابات المعادي باسم أحمد سلامة مبروك، وباسم محمد ربيع الظواهري، وباسم السيد عبد العزيز الجمل، وباسم الدكتور محمد سيد إمام، نوجهه باسمهم هذا الإجراء حتى يتم اتخاذ اللازم تجاههم. وشكرا لقناتكم المفضلة قناة يقين. إن أمس تم إحداث أمر غريب جدا داخل سجن العقرب، وهو تجريد المحكوم عليهم في القضايا داخل السجن من جميع خصوصياتهم حتى من أدوات الطعام والملبس، وصادروا كل شيء حتى المذياع حتى أواني الأطباق. وده أمر فريد لم يحدث منذ سنوات رغم حدوث التغييب وثورة يناير، وأن الكل كان يتوقع مرورا بحياة كريمة للمواطن وحياة كريمة أيضا للمحكوم يتمتع بحقوق الإنسان وغيره، إلا أننا لم نجد هذا، ولكن نجد أن هناك ردة مقصودة تمت بالأمس من تجريد المحكوم عليهم السياسيين من جميع متعلقاتهم الشخصية، وإغلاق الغرف والزنزين عليهم ومنعهم من التبيض والفسح، بل وتسكينهم انفراديا. وهذا أمر يحمل علامات استفهام وتعجب كبيرة.